يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. هو حضرتك بس انا او موضوع الحلقه عجبني، يعني انا اول مره اعمل مداخله على التلفزيون عامه. اهلا بيك، ده موضوع يشرفنا. يشرفني حضرتك ان انا اكون مع حضرتك في شكرا الدنيا. يا فندم، اتفضل. حضرتك يا فندم انتوا بتتكلموا على الفراغ العاطفي عند الست المتجوزه، تمام؟ والراجل اولا هو الراجل طبعا ده اكيد الراجل ده مفقود، بس عشان اقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي الراجل عامه هو عايز يروح بيته يلاقي حاجه كويسه في البيت، يلاقي حاجه غصب عن الست. هي مضغوطه برضه، مضغوطه في الحياه والعيال والمدارس والمذاكره وده كله، بس ده حضرتك المفروض برضه اللي هي تهتم بالراجل شويه. على ازاي فكره بقى؟ مطلوب احلى منها حاجه تعمل ايه يعني؟ يعني حضرتك متجوز يا استاذ احمد؟ متجوز والله بقالي 8 سنين وبفكر اغير. لا لا، الله يبارك لك، لا 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 لا، ربنا يكرمك. يعني حتى الهزار في الحاجات دي والله بيوجع الست، والله ما العظيم هو بيوجع يا ست الست. الكل. لا انا بقى انا بتكلم في، انا متصل عشان اتكلم في نقطه الهزار دي. المفروض الراجل لما يخش مثلا يلاقي مراته حتى لو هي تعبانه هو اكيد مقدر ده، بس ممكن ما يكونش يهزر معاها. يعني مثلا هي تهزر معاه تقبل هزاره، يعني مثلا لما يبقى ماشي كده مثلا انا احب ان انا ما اخش بيتي الاقي مراتي مثلا قاعده كده وراجعه مثلا بهزار اقف على قفاها كده واقول لها مساء الفل يا باشا، انت فاهم؟ هي تهزر ترد عليا ايه يا عم انت ايدك تقيله، الكلام دوت بيعمل في الحياه الزوجيه حتى لو انتم مضغوطين بجد ولا انا. حضرتك ممكن كلامي يكون كلامي ممكن يكون بيضحك على فكره، بس هو انا للأسف بتكلم بجد. احنا والله دي وسيلة، الرسالة وصلت، دي وسيلة. الراجل دمه خفيف وشايف ان دي خفة دم وعايز يديها على قفاه وهي تقول له كمان كمان.